نبدأ من لفات الساعة الأخيرة من العراق، حيث تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ورحيل النظام الحاكم. إذن تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في العراق لليوم 16 على التوالي، حيث خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب للمطالبة برحيل النظام ومحاربة الفساد. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز لفض مظاهرات العاصمة، ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين على الأقل وإصابة المئات، ما يرفع حصيلة القتلى إلى ما يقارب 300 شخص منذ انطلاق الحراك بداية أكتوبر الماضي. سياسيا، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري للخروج من نظام المحاصصة واستجابة للمطالب الشعبية، في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك اتفاقا بين قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأحزاب عراقية على البقاء في السلطة الحالية أو الإبقاء على السلطة الحالية وإنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة. طريق شاق وصعب هو الذي اختاره العراقيون. غاضبون يملؤون الساحات ويرقبون سلطة يقول هؤلاء إن خياراتها تضيق يوما عن يوم ولا تتسع. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج رئيس الحكومة من جديد يعد العراقيين بإصلاحات تلبي مطالبهم، لن يجر إلى استقالة غير محسوبة العواقب، لكن تعديلا وزاريا واسعا سيتم وسينال المتظاهرون ما خرجوا لأجله، ومن صوب إليهم الرصاص سيحاسب. في الشوارع يقول هؤلاء إنهم يرون واقعا آخر، هناك من يبطش بالعزل ويعتقل دون قيد، وهناك من يطلق الرصاص القاتل ويواصل قطع الانترنت كتما لأصوات الناس. ينظر العراقيون إلى الشواهد في الميدان فيرون خلاف ما يوعدون، لكن أنباء عن اتفاق بين القابضين على السلطة في بغداد وقيل بضغط من طهران يقضي ببقاء رئيس الحكومة بعد أن ظل واقعا بين الاستقالة والحفاظ على منصبه وبإجراء إصلاحات قد تحسن معيش الناس وتحاسب بعضا من المفسدين إلى حين أن تخبو جذوة السخط. في بغداد وفي المدن المنتفضة سطوة القمع اشتدت، هناك من يحشر المتظاهرين في خيارات ضيقة، إما أن تسكن الشوارع وترضى بما وعدت، وإما أن تؤد انتفاضتهم كرها. لكن الغضب الذي ظل كامنا ثم انفجر لم يخمد حتى في المحافظات البعيدة. يخشى العراقيون أن من يطعمهم للنيران لا ينفذ إلا ما اتفق عليه. فهذه بغداد بمآثرها في زخم حشود تقول إن المدينة ما عادت غريبة كما كانت قبل سنوات. هذه الوجوه المفقودة والأجساد القتيلة تؤرخ أيضا لأيام بلاد تحذر القادم، لكن أهلها تحرروا من مخاوفهم. انضم إلينا من بغداد الكاتب الصحفي إدريس جواد. سيد جواد، لعل أهم ما صدر اليوم هو تقرير وكالة الأنباء الفرنسية الذي تحدث عن اتفاق بين القوى السياسية على الإبقاء على السلطة الحالية مهما كان الثمن، وفي المقابل تواصل قتل الناس في الشوارع. كلمة سر إيرانية أيضا يبدو في الأجواء بعد لقاء قاسم سليماني ربما ببعض القيادات الشيعية، إلى أي مدى تؤكد أو تنفي هذه التقارير؟ طبعا هذه ما قالته اليوم الوكالة الفرنسية هو ليس بالجديد، يعني هو كان تسريبات قد ظهرت قبل يومين من الآن، وكانت قد تحدثت عن لقاء جرى بين قاسم سليماني وبين السيد مقتدى الصدر وأيضا بين القيادي في الفتح هو السيد هادي العامري، وجرى الاتفاق ضمنا على الإبقاء على حكومة السيد عادل عبد المهدي ويعني تصريف المحتجين بأي طريقة كانت. وبالتالي ما يؤكد هذا الكلام هو جلسة مجلس النواب لهذا اليوم خلت تماما من قضية استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي رغم المطالبات من قبل سائرون ومن قبل
قبل تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. حاولوا أن يطرحوا الموضوع داخل الجلسة لكنهم فشلوا، وبالتالي تحولت الجلسة إلى استجابة لمطالب المتظاهرين، تعديل قانون التقاعد ما إلى آخره من القوانين التي تم مناقشتها اليوم داخل مجلس النواب. وهذا يؤكد فعلا أن هناك توجه في داخل مجلس النواب وبين الأوساط السياسية على الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي. لا بل أكثر من ذلك، هناك من ذهب إلى القول بأن الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي هي في صالح المتظاهرين، على اعتبار أنه لو تحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لن تستطيع أن تنفذ مطالب المتظاهرين. واليوم الحكومة تحررت من القيود التي كانت تؤزمها في فترة سابقة وهي مخالب الكتل السياسية، والحكومة تحررت وستستطيع تلبية مطالب المتظاهرين. وبالجانب الآخر مجلس النواب يعمل على تعديل قانون الانتخابات وتعديل الدستور وانتخاب مفوضية جديدة، وبالتالي تحل كل هذه الأمور. طبعا هذا من وجهة نظر السياسيين، أما من وجهة نظر الشارع فلا يزال الشارع محتقن، هناك غضب شعبي، هناك سقوط للشهداء داخل ساحة التحرير بالمناطق القريبة منها. اسمح لي في هذه النقطة، والمناطق بالنسبة الأخرى لسقوط الضحايا اليوم، 6 ضحايا اليوم يسقطون بالرصاص، يعني هذا الاتفاق يبدو أنه يواصل قتل الناس من أجل تثبيت السلطة الحالية، ولكن قتل الناس إلى متى حتى لو كانت كل الطبقة السياسية متوافقة؟ يعني أعتقد أن الحكومة تستغل ما يصدر من النجف في كل جمعة من خطب الجمعة التابعة للمرجعية الدينية في النجف. المرجعية تصدر رسائل حمالة أوجه يفسرها المتظاهرون على أنها في صالحهم، وتفسرها الحكومة على أنها أيضا في صالح الحكومة. يوم أمس خرجت سيارات تابعة للدولة العراقية للشرطة تحديدا ويتحمل صور السيد علي السيستاني الثاني وتمجد بالمرجعية، وبالمقابل يحتفل المتظاهرون في ساحة التحرير على أن المرجعية قد نصرتهم وقالت أن الحكومة يجب أن لا تبطش بالمتظاهرين ولا تستخدم السلاح الحي والقوى المفرطة. وبالتالي يستغل أو تستغل الحكومة هذا الفراغ الذي هو 6 أيام بين الجمعتين. أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون الأقسى على المتظاهرين، ستحاول الحكومة فض الاعتصام بأي شكل من الأشكال حتى لو أنها تدخلت بالقوة وقدمت خسائر، بالتالي لن يتحمل الوضع أكثر بالنسبة للحكومة. أما بالنسبة للمتظاهرين فإنهم يعتقدون أن بقائهم ووجودهم مرهون باستقالة الحكومة، ولن يغادروا أماكنهم إلا في حال استقالة الحكومة. شكرا جزيلا لك إدريس جواد الكاتب الصحفي، كنت معنا من بغداد. الآن إلى فقرة العالم الجديد مع دانيا. شكرا نضال. مع استمرار المظاهرات في العراق وتزايد عدد المشاركين فيها، أصبح المحتجون يطالبون بتغيير كامل للنظام السياسي. أحدهم يقول: يعني لا أعرف كيف تصل الرسالة إلى شلة النواب، من الأخير لا تتعبون نفسكم ولا تضيعون وقتنا، مطلبنا الأول والأخير تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي، لا نريد تقاعد ولا مفوضية انتخابات ولا درجات خاصة ولا أي شيء، استغلوا فرصتكم اليوم فلا ينفعكم الندم غدا. رامي يستنكر ما يحدث في العراق فيقول: المتظاهرون يقتلون، يخطفون ويختنقون من الغاز المسيل للدموع، والحكومة ودول العالم والمنظمات الإنسانية صامتة. فراس يصرخ ويقول: يا أحرار العالم، أضعوا بين أيديكم مطالب الشعب العراقي، أول المطالب وأهمها أن يعيشوا عيشة كريمة في وطن عظيم السيادة، وأن لا يستعبدوا لأنهم أحرار، والعراق العظيم وطن حر بعيد عن الأطماع الإيرانية. السؤال هو: هل هنالك مبالغة بهذه المطالب؟ أما عمر فيقول: المشاهد المروعة تتواصل من ساحات التظاهر وتبين أن السلطات لم تلتزم بكل التوصيات والتعهدات والمواثيق الدولية القانونية والإنسانية. ونختم بتغريدة جاسم التي يقول فيها: حتى لو أجهضوا المظاهرات لن نتخاذل، لن نتراجع، لن نيأس، الحرية قادمة لا محالة، والخلاص قادم بلا شك،
والنور مقبل بلا ريب. رصدنا لكم بعضا من ردود الأفعال بخصوص آخر تطورات المشهد العراقي. شكرا وبالعودة إليك نضال.